مرحبا، كل عام وانتم بخير. بمناسبة قدوم المدارس، اكتبوا لي تحت بالتعليقات مين بحب المدارس ومين ما بحبها. بس قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تدعموني لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الاشعارات عشان توصلكم كل شيء اول باول. وحابه احكي لكم لا تنسوا تتابعونا على الفيسبوك والانستغرام وسناب شات. وهلا يلا خلينا نبدا ونشوف مشتريات. طبعا انا وماس حبايبي. بس اول شيء حبدا فيه انا. طبعا انا هي شنطتي بتيجي زي هيك ثلاث طبقات وبكل لون منها ازرق وبتيجي شوي مخطط بالابيض. وهنا احلى حاجه بهنا انه هي كثير فرو هيك وناعمه وحلوه كثير، وبيكون عليها كمان بنوته هيك عامله زي هيك. وبيجي معها كمان مقلمه، شوفوا احلى المقلمه مليانه الوان. وكمان مش هيك، بتقدروا كمان انكم تبروها وبيجي من هنا وبتيجي من هيك. هاي كثير بتحطوا فيها اقلامك واشياء زي هيك. واحلى شيء انه من هنا مليانه رينبو الوان، الوان فاسحه. انا بحبش الالوان الغامقه كثير هي. واهم شيء انها بتريح الظهر من هنا ايش اسفنج زي هيك. ومن هنا بتيجي هيك عشان انا هنا دائما بخبي مصروفي هنا هي هيك. وكمان من هنا طبعا مكتوب اسم الشركه جلاس بريد بريد جلاس بيرد بيرد يعني زجاج العصفور. عصفور زجاج زي هيك. وبتيجي من هنا بيجي معها سحابين، ومن هنا بيجي هيك كله الوان. وكمان هيك بتيجي مو احلاها. ومن هنا كمان كله الوان. ومن هنا وهلا رح نبدا من جوا. طبعا اول اشي هاي اللانت بوكس تبعي بيجي من هنا هيك زهري، ومن هنا عليه السنافر، ومن هنا بيجي كمان ازرق زي هيك وبتفتحوه. وبيجي معاه معلقة وشوكة بنفس الوقت، كمان السكينة. طبعا السكينة هذا بتيجي هيك طبقتين، بحط السناك والشاي. واهم اشي يا جماعة يكون بيبي خمسة. وكمان المطرة برضو انا يعني اغراضي معظمها زهرية، بتيجي زي هيك. طبعا برضو بيبي خمسة عشان ما يتفاعل البلاستيك مع المية، وبتفتح زي هيك. طبعا هنا بيكون هيك بوفي وبتنفتح وما بتوقع عشان اهم اشي. وكمان المليون هذول حطهم على جنب. طبعا مريولي انا اخترته طبقتين، قميص وكمان فوق. طبعا هاي مريولي بيجي من هنا هيك. شوفوا كيف مريولي بيجي من هنا. طبعا هيك هو خفيف، ما اخترنا هيك يكون مطرز هيك. شوفوا احلى. اهم اشي انه يكون السحاب طويل، انا هاي اكثر اشي بحبه بالمرايين. كمان القميص احلى، القميص بيجي من هنا هيك بيكون عليه ورود واشياء، ومن هنا كمان هيك كثير حلو. وبيجي وكمان هاي البنطلون انا حطها عشان يوم المدرسه وكلون. وفي كمان البوت عزوق ماما اخترت لي اياه لانه رياضي لنفسي. بيجي زي هيك، بيجي لونه اسود ومن هنا هيك تزهري. طبعا هذا هو الرياض صح؟ زي هيك بيكون مكتوب هنا عليه وهيك بيكون حلو كثير واسفنجي وبرضه للمدرسه. وهلا خلينا نشوف اغراض ماسة. بس اول بدي اضوي ورينا اغراضك يا توتا. يلا قبل ما تجهز اغراضي هي الزمزمية اهم حاجة. ورينا الشنطة يا توتا بالاول. طبعا هي الشنطة احلاها كيوت، عليها ليش من هنا رمبو. والبنت زعلانة لا فرحانة بس هي هيك بالطبع. هي المريول طبعا ابيض واخضر. هي البنطلون كثير حبه انا قطني. ومن زي هذا البنت هذا كثير بصور منه لما اروح على المدرسه وبجعل هيك. طبعا وهي قطني وهي هذه الزمزميه لازم يكون عليها بيبي خمسه صح؟ صح برافو عليكي. هذا الرمز بدل انه هي امنه. لانه ما بتفاعل مع المي صح؟ برافو عليكي. هي هذا برضه يكون عليه بيبي خمسة آمن. يلا يا ماسة اقعدي ورينا أغراضك. يا ماسة اقعدي عند يعقوب. قلت لها حواجيك حاجات وما دي.
هاي الشنطة من برا شايفينها، حبة ماسة هاي الرسمة وعليها فرو كمان. أول شي لاند بوكس الزنزانية، أنا اشتريت هاي الزنزانية الصفراء. لا صفر صح؟ لا أصفر. منها هيك هيك. وهي هذا اللاند بوكس. البنطلون تقريبا زي ياقوت حبايبي قطني، لانه الجينز كثير حار ما بيتحملوه. وعندهم جينزات كثير هم، فقلت لهم لا قطني. وسعره على فكره رخيص يعني مش غالي، هدول البلاطين ومريحة كتير، وراح يغيروا فيه كلونات بيضة كمان. صحيح ما تجيب لك كلونات جوا. مو عارفة ادخل. ايوه طبعا يا جماعة هذا المليون اللي بأميوس. افتحي يا ماسة المليون ماما ورينهم اياه. هلا بتجيبيه. والثاني وين المريول؟ طبعا يا جماعة أنا اشتريت لها مريول واحد بس، هذا المريول هو الجديد اللي معاها بكم، والمريول هذاك الكت هو يعني تبع ياقوت السنة الماضية صغر عليها. فمش غلط الواحد ياخد حاجة أخته إذا صغرت عليها، التواضع حلو. تمام يلا. وهذا المريول كتير عجبني وجبت لها اياه. هذا ذوق صح؟ ايش ضايل يا ماسة كمان؟ لا القميص هيا والنايس بوكس. القميص الجديد لبقته على المريول اللي حلو. كان زي تبع ماسة بس اجى عليه شوكليت. غسلت لك اياه يلا. هاي القميص كتير قماشته حلوة، كتير انبسطت على قماشته. لانه انتوا عارفين الصغار بيوسخوا فدائما بدهم غير تاني. وهم بيحبوا كمان يغيروا. طيب شو ضايل كمان؟ انا هلا خلصنا حاجات ياقوت وماسة ورقية، في حاجة تانية؟ طبعا يا جماعة، وإذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس. باي باي.